السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم عروض الخميس والجمعة جاية إن شاء الله زي ما معودينكم في السينمانية. أحسن وأكبر وأضخم عروض عندنا في الثلاجات، في البوتاجازات، في الفران، البيلت إن، في كل حاجة موجودة عندنا أحسن عروض متوفرة عندنا. النهاردة هنعمل معاكم عرض على ثلاجات البوش اللي شايفينها حضراتكم دي. عندنا ثلاجات بوش عليها عروض أسعار كويسة جدا يوم الخميس والجمعة. نتفرج على اول موديل. الموديل اللي قدامنا ده ثلاجه صغيره 225 لتر، تنفع ممكن لمكتب، تنفع لشقه مصيف، تنفع لعريس وعروسه. شقه حوالي الثلاجه حوالي 10 قدم. نزل عليها عرض بالسعر النهارده ب 4850 جنيه فقط. ثلاجه نوفروست بوش الماني تجميع تركي، ضمان 5 سنين و10 سنين على الموتور. زي ما حضراتكم شايفين اهو الفريزر اهو ثلاث ترفف اكس لارج، يعتبر الفريزر بيشيل 30% زياده بالنسبه للحجم ده. الفريزر يعتبر كبير بالنسبه للحجم ده، كويس جدا زي ما حضراتكم شايفينه. خامات الحاجات السكوريت، حاجات ضد الكسر، حاجات ممتازه جدا. بلاستيكات الفينيشات حاجات عاليه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. اضاءه ليد طبعا في الفريزر وفي الثلاجه من تحت في الموديل ده موجود عندنا. وهنا بنظبط درجات الحراره من هنا بتاعت الفريزر، ودرجات الحراره الثلاجه بنظبطها من هنا. وفيها خاصيه الفيدا الفريش للخضار والفاكهه، بتحافظ لنا على خضار وفريش فترة أطول مرتين من أي مكان تاني كده. تمام، نشوف بعض الموديل اللي بعد كده معانا حضراتكم. الموديل ده زي ما حضراتكم شايفين 253 لتر. تمام، بوش برضو نازل عليها عرض بسعر 5500. أنا بتفرج عليها من جوه كده الثلاجة. نفس النظام، اكبر شويه من اللي جنبيها برضو. شوف الموديل الثلاجه اللي بعد كده، ده من احدث الموديلات اللي نازله في البوش. الموديل حضراتكم شايفينه ده دي 328 لتر زي ما حضراتكم شايفين، دي بما يكافئ 16 قدم. ثلاجه كبيره وواسعه بسم الله ما شاء الله عليها من جوه. ده الموديل ده بيقولوا عليه لوتس. موديل اللوتس اللي بيطلبوا الاسم يقول انا عايز الثلاجه اللوتس. نازل عليها عرض جامد جدا عندنا النهارده في الشركه الخميس والجمعه. سعرها 6500 جنيه فقط لا غير، 6500 جنيه فقط على الموديل اللي حضراتكم شايفينه قدامه. موديل اللوتس ده موديل عليه طلب كبير جدا، موديل ممتاز جدا وحلو جدا جدا جدا، من احسن موديلات بوش اللي نازله. عندنا بعد كده الثلاجة البوش دي 302 لتر، الفريزر بتاعها من تحت. ثلاث رفوف الفريزر بتاعت زي ما حضراتكم شايفين كده. كاننا يعني جايبين فريزر وثلاجه في نفس الوقت. الثلاجه دي نازل عليها عرض عندنا ب 7000 جنيه فقط بدلا من 8000 جنيه. حضراتكم شايفينها دي ممكن نجيب واحده كده زي ما حضراتكم شايفين، ممكن لو المكان كفايه عندنا ممكن نجيب اثنين منها بالشكل ده. كاننا يعني جايبين ثلاجه كبيره وفريزر كبير والاثنين ب 14000 هيبقوا. وبتغير الباب طبعا بتاع كل موديلات بوش، ممكن نفتح الباب يفتح شمال وباب يفتح يمين، بقى توينز جنب بعض كده الاثنين زي ما حضراتكم شايفين كده. معانا الموديل بعد كده، نشوف موديل البوش بعد كده. نزل عليه عرض الموديل ده، ثلاجة كبيرة جدا لعايز أحجام كبيرة. دي بما يوازي 18 أو 20 قدم كمان الحجم المكافئ بتاعها. الحجم المكافئ بتاعها 401 لتر. ثلاجة جميلة جدا. شوفها من جوه كده حضراتكم. ثلاجة واسعة وكبيرة جدا من جوه.
ادي ضمان البوش طبعا، ضمان 5 سنين و10 سنين على الموتور. فيها درجين، دي كمان درج للحوم والاسماك درجه حرارته صفر، ودرج للخضار والفاكهه بيحافظ على الخضار والفاكهه فريش فتره اطول مرتين. التلاجه دي نازل عليها عرض عندنا فقط وحصريا ب 8150 جنيه الخميس والجمعه ان شاء الله. 8150 الموديل ده، الحقوا اتصلوا بينا احجزوا معانا، اتصلوا بينا على الرقم 0100 142 4899. شرفونا معرض المهندسين ارض اللواء. بعد كده معاكم الموديل ده، حضراتكم اللي حضراتكم شايفينه 456 لتر فريزر بتاعها من تحت. اهو حضراتكم شايفينها حاجه، بص بنبتني حاجه تحفه عندنا تبقى موجوده في البيت كده. كل البوش بفكر حضراتكم في خاصيه المالتي اير فلو، بتمنع تكون الروائح والبكتيريا واي روائح سيئه او اي روائح كريهه، او ان الاكل يكرف على حاجه او يتم روائح في الاكل او كده، هي الخاصيه دي بتمنع تكون اي روائح او بكتيريا. التلاجه اللي حضراتكم شايفينها قدامنا دي، دي سعرها نازل عليها عرض ب 10850 جنيه. 10850 جنيه. عندنا بقى بعد كده الثلاجه البوش الكبيره دي، حاجه بقى فخمه جدا جدا جدا. ثلاجه كبيره بما يوازي 22 قدم، بوش الفئه السادسه، فيها اوبشنات عاليه جدا جدا، فيها ديسبنسر للميه، موديل عالي جدا جدا في البوش. دي الفئه السادسه فيها كل الخصائص دي. العرض بتاعها 75 سنتي، فيها اوبشن عالي جدا جدا جدا. دي الفئه السادسه حاجه ممتازه، نشوفها من جوه اهو. فيها درجين فيتا فريش للحوم والاسماك، ودرج كبير جدا للخضار والفاكهه. حاجه يعني استمتعوا بيها بالفيديو كده، حاجه تحفه، حاجه خيال كده، حاجه بتبقى موجوده في البيت عندنا جميله جدا جدا. الثلاجات دي حاجة تانية جدا لما تتفرجوا عليها بالإضاءة الليد بتاعتها وهي شغالة، حاجة تحفة جدا جدا جدا. الثلاجة دي يا جماعة نازل عليها عرض عندنا في السليمانية بسعر 16500، عرض لفترة محدودة. شرفونا بالاتصال على 0100 142 4899. معرض السليمانية ارض اللواء المهندسين، نزلة الكهرباء لو جايين من الدائري بعد المحور ب 3 كيلو قريبين جدا. شرفونا ان شاء الله، وهتشوفونا هنشوفكم تاني قريب في عروض تاني قريب جدا جدا للبوتاجازات. انتظرونا 10 دقائق او ربع ساعة هنجيب لكم عروض البوتاجازات تاني، عروض تانية جديدة. شرفونا بالاتصال على ارقام التليفونات ونشوفكم في عروض جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.